بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين الكرام، المشاهدات الكريمات، نرحب بكم معنا في موعد جديد وأبرز العناوين السودانية. ونبدأ بالعناوين. بومبيو يحث حمدوك على تسريع تكوين التشريع وتعيين الولاة المدنيين. السودان يدعو واشنطن للإسراع في رفع اسمه من قائمة الإرهاب. رسالة هامة من وزير الخارجية الإيطالي للسودان. السودان يبدأ عملياً في إنشاء جهاز الأمن الداخلي. البرهان يدين الهجوم الحوثي على السعودية ويعتبره انتهاكاً للقانون الدولي. الحكومة السودانية تقرر وقف استيراد السيارة الصغيرة لستة أشهر. توفير 520 طناً من السكر لرمضان بالجزيرة. لجنة التحقيق في أصول الموانئ تسترد 5 ملايين يورو من شركة الملاحة. ومستورد السيراميك والأدوات الصحية يوزعون مواد تموينية ومعقمات على الشرائح الضعيفة. إذن نبدأ على بركة الله في التفاصيل، حيث في العنوان الأول بومبيو يحث حمدوك على تكوين التشريع وتعيين الولاة المدنيين، حيث شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء على أهمية المضي في تعيين المجلس التشريعي الانتقالي بالسودان وتسمية الولاة المدنيين. هذا التشديد جاء إثر اتصال هاتفي بين بومبيو ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حيث أبرز وزير الخارجية الأمريكي أهمية الانتقال الديمقراطي الناجح في السودان وضرورة المضي قدما في تعيين المجلس التشريعي الانتقالي والحكام المدنيين. للإشارة، فإن الهيئة التشريعية في السودان هي المضلع الثالث في الحكومة الانتقالية السودانية، وذلك بعدما سبق تسمية الهيكلين التنفيذي والقضائي. لكن خطوة تكوين التشريع تأخرت، وذلك في انتظار التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الحركة المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وزير الخارجية الأمريكي جدد دعمه للحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين وجهودها لبناء سلام دائم في السودان. وناقش أيضا الرجلان المتطلبات القانونية والسياسية للنظر في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وفي تغريدة له على تويتر قال إنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء السوداني، وأضاف بأن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة السودانية وسعيها لتحقيق سلام دائم في الخرطوم. من جهتها، متحدثة باسم قوى الحرية والتغيير في السودان توقعت انتهاء مشاورات تمثيل القوى السياسية والمدنية في المجلس التشريعي المرتقب بنهاية الأسبوع الجاري. والجدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم كان قد كون مؤخرا لجنة للتباحث مع المجلس السيادي حول نسبة الثلث، وهي 33% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وهي النسبة التي منحت الوثيقة الدستورية للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمؤيدة للثورة. المتحدثة باسم القوى الحرية والتغيير أرجعت التأخير في إقرار النسب إلى ضرورة مشاركة كل فئة الشعب التي أسهمت في الثورة لكي تمثل أيضا في المجلس التشريعي الذي سيكون عدد أعضائه 300 نائب. ننتقل إلى الخبر الموالي، وهو تحت عنوان السودان يدعو واشنطن للإسراع في رفع اسمه من قائمة الإرهاب. فقد دعا السودان اليوم مجددا الولايات المتحدة إلى الإسراع برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه الدعوة جاءت خلال لقاء جمع القائم بالأعمال بالمكلف بسفارة السودان بواشنطن أمير عبد الله عقارب والمدير العام للإدارة الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية محمد عبد الله التوم بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي. وحضر اللقاء أيضا المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث. اللقاء استعرض العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل دعمها أيضا وتعزيزها وأهمية الإسراع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتسنى له بطبيعة الحال التعامل مع المؤسسات المالية والدولية. مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي امتدح التطورات الإيجابية التي يشهدها السودان وتجديده دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الانتقالية. من جانبها، عبرت السفيرة عقارب عن تضامن السودان الكامل مع واشنطن في مواجهة الجائحة التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا. يذكر أنه في 8 مارس الماضي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن رفع اسم السودان من قائمة
الدول الراعية للإرهاب هي مسألة وقت فقط. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفعت في أكتوبر 2017 عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي كان مدرجا في هذه اللائحة منذ العام 1993، وذلك لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن. في رسالة هامة من وزير الخارجية الإيطالي للسودان، قال لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك في رسالة بعث بها إلى وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، إن الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا يتطلب جهدا مشتركا استثنائيا وتنسيقا عالميا غير مسبوق يمكن تعزيزه من خلال مظاهر الدعم والتضامن على المستوى الدولي. وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم أن وزيرة الخارجية تلقت رسالة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ردا على رسالتها بالتضامن مع الحكومة والشعب الإيطاليين في مواجهة وباء كورونا. وأعرب الوزير الإيطالي لويجي دي مايو عن تقديره العميق لرسالة التضامن والمواساة التي وجهتها وزيرة خارجية السودان للحكومة والشعب الإيطاليين، والتي تشهد على الروابط القوية التي توحد البلدين حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية. وتطرق الوزير الإيطالي في الأخير إلى التطور الخاص بانتشار الفيروس الذي أجبر الدول على اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل السعي لخلق رد سريع وفعال للطوارئ الصحية، معربا عن أمله في أن تتاح لهم الفرصة للقاء بمجرد أن تنتهي هذه الأوضاع الصعبة. في الخبر التالي، السودان يبدأ عمليا في إنشاء جهاز الأمن الداخلي، حيث وجه وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء جهاز الأمن الداخلي. وتختص هذه اللجنة بإعداد تصور متكامل يشمل النواحي الأمنية والإدارية والقانونية والفنية والمالية والتدريبية لإنشاء الجهاز بمفاهيم تتسق مع حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبحسب وزارة الداخلية في تغريدة على حسابها في تويتر، يعمل جهاز الأمن الداخلي وفق معايير قومية لتحقيق الأهداف والمبادئ التي ترتكز على حماية الأمن الداخلي للبلاد. نطالع أيضا في العناوين، البرهان يدين الهجوم الحوثي على السعودية ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي، حيث أدان رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي اليمنية والذي استهدف السعودية واعتبره انتهاكا لقواعد القانون الدولي. وأكد البرهان لدى لقائه السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر تضامن حكومة السودان مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. في نفس اللقاء أيضا، بحث البرهان وبن جعفر أيضا سبل تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين. في المجال الاقتصادي، أصدر وزير الصناعة والتجارة السوداني الأربعاء قرارا بمنع استيراد السيارات الصغيرة لستة أشهر قابلة للتجديد. القرار استثنى السيارات التي تم أو سيتم شحنها قبل 10 أبريل 2020. وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله أوضح بأن القرار جاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك، وقال إنه سيتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التي تدخل البلاد على ضوء قانون الاستثمار. وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة عدم السماح بتخليص السيارات الإفراج المؤقت حتى في حال كانت مضي السنة ابتداء من 15 أبريل 2020، على أن تتم معالجة السيارات التي بدأت إجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار. وأفاد المسؤول أن عدد السيارات التي دخلت البلاد خلال 15 شهرا الماضية هي حوالي 220 ألف سيارة، ما يعادل استيراد 10 سنوات ماضية في الأحوال العادية. وقال إن هناك إعداد متزايدة بصورة متسارعة لدخول البلاد، ما يشكل عبئاً إضافياً على الدولة، سواء في استهلاك الوقود أو قطع الغيار أو الازدحام المروري أو ضغط على الطرق القومية والجسور. في خبر الموالي، أعلنت إخلاص حسن مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عن توفير 520 طنا من السكر كمرحلة أولى لمقابلة احتياجات شهر رمضان للمؤسسات الحكومية والتعاونيات والأحياء عبر لجان التغيير والخدمات، وذلك بواقع 2500 جنيه نقدا لجوال السكر
زينت 50 كيلو، وأكدت إخلاص في تصريح لها أن كمية السكر المخصصة للولاية أي ولاية الجزيرة ستسهم في خفض الأسعار في الأسواق من خلال وفرة المعروض من السكر. وكشفت مدير عام المالية عن توزيع 1400 جوال دقيق زينت 50 كيلو للمخابز بمحلية مدني الكبرى، أي ما يعادل 30% من حصة المحلية اليومية، وأرجعت النقص في الوارد اليومي من دقيق المخابز للترحيل، ولفتت للإسهام الواضح للمخابز التجارية في توفير الخبز بالولاية. لجنة التحقيق في أصول الموانئ تسترد 5 ملايين يورو من شركة الملاحة، حيث أعلنت اللجنة المختصة بالتحقيق والتحري في أصول الخطوط البحرية السودانية وهيئة الموانئ البحرية عن استرداد 5 ملايين يورو من شركة الملاحة العاملة بميناء بورت سودان. وقال مصدر موثوق بهيئة الموانئ البحرية إن المبالغ عبارة عن أجور خدمات الميناء التي يتم تحصيلها بالعملة الأجنبية اليورو، وأضاف المصدر أنه تم تحصيل 20% بالعملة المحلية في مخالفة لتعريفة أجور خدمات الميناء. وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات الملاحة شرعت في سداد هذه المستحقات كاشفا عن مساعي لغرفة توكيلات الملاحة مع النائب العام، وذلك لغرض الإمهال في السداد. وفي آخر خبر لدينا، دشنت شعبة مستورد السيراميك والأدوات الصحية مبادرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، تشمل توزيع 1000 كيس يحتوي على مواد تموينية بجانب 5000 معقم، وتأتي المبادرة ضمن مبادرة الغرفة القومية للمستوردين لمكافحة الوباء. رئيس اللجنة التسييرية للشعبة بكري إلياس أكد وجود استجابة كبيرة لمبادرة الشعبة وسط مستورد السيراميك والأدوات الصحية، وقال إلياس إن المبادرة تشمل توزيع معقمات يصل عددها إلى 5000 معقم بجانب 1000 كيس من المواد التموينية للشرائح المتضررة من الحظر، وفي مقدمتهم العتالة وبائعات الشاي. وأوضح أن توزيع أكياس المواد التموينية سيتم على عدد من المراحل تبدأ ب1000 كيس، ولفت إلى أن الشعبة ستستهدف سوق سجانة. وأشاد إلياس بالاستجابة الكبيرة من مستورد السيراميك والأدوات الصحية للمبادرة، وقال إن هذا دليل على أن السودان لازال بخير. إلى هنا ينتهي هذا العرض الإخباري، أستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.